القانون والاستشارات القانونية هذا الصباح مع الأستاذ فرحات فرحات الذي يحضر معنا في الأستوديو. أهلا بك أستاذ، شكرا على قبول الدعوة. أيضا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. يعني حبينا اليوم الموضوع أنت اللي اخترته، موضوع النقاش تاع البرنامج. احنا متعودين نقدموا مواضيع مختلفة تهم المواطنين، اليوم ما هو هذا الموضوع اللي أكيد المشاهدين لو على بالهم من بداية البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع يدور حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، اللي هو موضوع مستعصي. موضوع إلى تذكروا معايا أنه منذ 4 أشهر تكلم عليه رئيس الجمهورية ودار توصيات في هذا الشأن، بأنه يجب على جميع السلطات في الدولة احترام الأحكام القضائية الإدارية والسهر على تنفيذها. بمعنى أنه هذا الموضوع له من الأهمية ما يعود على الفائدة على المواطن بالدرجة الأولى. صحيح. إذا قلت لنا أنه هذا الموضوع مستحسن اليوم نواصله وتشريح أستاذ. نبدأ إذا المواطن عندما تواجهه مشكلة مع البلدية أو الولاية، أين يتجه لرفع الشكوى القضائية؟ نعم، هي هذا الموضوع يجده المواطن في حياته العادية، حيث إذا أعطينا مثال أنه شخص مثلا أراد أن يستخرج رخصة بناء مثلا، أو مثلا مواطن صدر في حقه قرار بالهدم. هذه حالات التي توجه فيها. إيه، معناتها نشوفوا التصورات هذا إلى حتى اللجوء إلى القضاء. مثلا موظف تم عزله من الوظيفة، موظف يريد ترقية ولكن الإدارة لا ترقيه. يعني تقولوا قطعة أرض مثلا لبناء، نزع ملكية من أجل المنفعة العامة. راح تجوز طريق على أرض ولا المنزل تاعه، الدولة عندها الحق أنها تقتطع هذه القطعة الأرضية، وبالتالي هناك راح يصرى نزاع. كاين اللي ما يحبش يمد الأرض تاعه. هنايا راح نبداو الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى للمواطن اللي راح يديرها، هو يعرف الاختصاص القضائي. صحيح. انا يدرك انا عندي مشكل مع الوالي ولا مع البلديه، والمشكل هذا مش شخصي مع الوالي ولا، لانه الوالي تبدل. انا نحكي على اداره، عندك مشكل مع اداره اللي هي تتمثل يا اما الدوله بوزاراتها كامله او الولايه او البلديه او المؤسسات ذات الطابع الاداري، ادارات. هنا يلتجئ المواطن مباشره الى المحاكم الاداريه. عندنا محاكم إدارية صاحبة الاختصاص موجودة العام. هذه أستاذ على كل ولاية؟ نعم، في كل ولاية، على مستوى كل ولاية كاين محكمة إدارية واحدة ولا كاين عدة محاكم؟ لا كاين وحدة على مستوى. أستاذ الآن عندنا واحد الخلط بين المحكمة الإدارية والمجلس الإداري. مجلس الدولة. مجلس الدولة عفوا. احنايا القضاء الإداري في الجزائر، نعطيكم الفرق. القضاء في الإداري في الجزائر يتكون من جهتين، المحاكم الإدارية نصيبها على مستوى كل الولايات. تقريبا كل ولاية عندنا محكمة إدارية، وعندنا مجلس الدولة على مستوى العاصمة. مجلس الدولة كاين واحد. العمل أو العلاقة بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية هي علاقة تكاملية، أنه أنت كمواطن لازم ترفع الدعوة تاعك أمام المحكمة الإدارية، ومن بعد في حالة أنه ما عجبكش الحكم تاع المحكمة الإدارية راح تستأنف أمام مجلس الدولة. يعني مجلس الدولة هذا يراقب، يعني هو هيئة فوق سلطة المحكمة الإدارية. فوق سلطة يعني نعود نقول أين يتوجه المواطن؟ المواطن في الحالة الأولى يتوجه إلى المحكمة الإدارية. نعم. يرفع شكوى عن طريق المحامي ولا يروح وحده؟ لا يرفع دعوة، احنا نسموها دعوة شكوى، ماشي شكوى. احنا نرفع الدعوة عن طريق، هنا الحاجة الخصوصية اللي تميز هنايا الدعوة هي أنه ترفعها عن طريق محامي، ماشي كما في المحكمة العادية. المحكمة العادية تقدر إلا كنت شوية تعرفت في هذا المجال تكتب العارضة. حتى أستاذ ولو شكاوي إلكترونية الآن. نعم. يعني المواطن ما لازمش يروح يكتب شكوى إلكترونية. إيه بصح، مازال إحنا رانا في تطور هذا المرحلة. إحنا دوك رانا في الكتابية. على أرض الواقع. إحنا دوك رانا في المرحلة. وزارة العدل ووزارة الداخلية واضعين هذه البوابة. هذه ومشكل فيها المواطنين، وقديمة شوية من 2019 وهي موجودة. لا هذه هي هذه الآلية جت في تدعيما لتطوير العدالة، وبالتالي زادت كانت فترة تاع الكوفيد. صحيح. كانت فرصة أنه تم الإصرار على هذا. نرجع لموضوعنا، هو أنه قلنا المواطن لازم باش تجيب حقك من عند الإدارة هي أنك ترفع الدعوة أمام المحكمة الإدارية، وهنا نصيبوا باللي
ما تقدرش تروح وحدك، وانما لازم تلتجئ الى اقرب مكتب تاع محامي وتحكي له الواقع واش عندك، هو راح يحرر لك العريضه ويرفع لك الدعوه نتاعك. هنايا في الاختصاص فقط انك تروح باش ما نكونوش شغل عموميات مدو عموميات، هي انه الاختصاص باش المواطن يروح للمحكمه الاداريه ومجلس الدوله نشوفوا طبيعه النزاع، هل ترى انت راك تنازع مع الولايه ولا البلديه؟ وموضوع النزاع هل ترى قرار اداري ولا تعدي استيلاء؟ والله اذا كان عندك المشكل مع وزاره مثلا، مع وزاره هنا تروح ترفع الدعوه مباشره امام مجلس الدوله، دير محامي معتمد. الاختلاف لهذا قلت مقبس حطيت هذا السؤال لانه يختلف حول جهه الاختلاف. صحيح، انا اعطيت لكم عموميه تاع مواطن بسيط، ولكن كي نبداو نتكلموا بامور قانونيه ومستوى عالي لازم شويه يكون تفاصيل ممكن ما يفهمهاش المشاهد. هو قلنا اذا كان عندك المشكل او النزاع نتاعك مع وزاره او هيئات العموميه الوطنيه مثل المجالس الوطنيه او المحكمه العليا، الهيئه الوطنيه المستقله، مؤسسات اللي تكون عندها مقر في العاصمه فقط، هذوك في اي نزاع تروح ترفع امام مجلس الدوله. مجلس الدوله، المنظمات المهنيه الوطنيه كذلك، كما منظمه الاتحاد الوطني للمحامين، الغرفه الوطنيه للمحضرين، الغرفه الوطنيه للموسيقيين. هل الشركات، سمحي لي فريال، هل الشركات العموميه ذات الطابع الاقتصادي ايضا معنيه بالامر؟ شكرا. ممتاز، هذا السؤال هنا هو الاستثناء. كي نقولوا احنا اداره عندها مدلولها، احنا الاداره تكلمنا راح يكون في محصوره، عندك الدولة بوزاراتها، الولاية، البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقط. هذو برك صبغة اقتصادية ولا تجارية. هذا الأشخاص أو الإدارات فقط للاختصاص تحمية يقول للمحكمة الإدارية. في حين رجعنا للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، هنا يكون الاستثناء. هي إذا عندك مشكل مع مؤسسة من المؤسسات العمومية الاقتصادية، هنا تلتجئ إلى القضاء العادي. بالتالي تروح المحكمة مثلا كما هنا في العاصمه، محكمه بير مراد رئيس ولا اي محكمه، ما يهمش اي مجلس. ولكن يقع هناك استثناء، حتى وانك راك تتكلم على مؤسسه ذات طابع صناعي وتجاري، كي نكونوا مركزين مليح انه كاين استثناء. كاين وين كي تعود هذه المؤسسه الاقتصاديه سياديه، ماشي سياديه، لا مؤسسه، نحكوا على المؤسسات الاقتصاديه اللي عندها الطابع تاعها تهدف الى الربح، ولكن تقوم بمشروع تمولوا الدوله وصرا مشكل في هذاك في اطار هذاك المشروع، هنا النزاع ما يروحش للمحكمه العاديه، يروح للاداري. يعني هنا شفنا بالتفاصيل. مشكور استاذ على هذه التفاصيل اللي هي مهمه ايضا. نروح لتفاصيل اخرى حول متى يرفع المواطن دعوه ضد السلطات المحليه، يعني وما هي اهم يعني القضايا التي ترفع على مستوى هذه المحاكم؟ يعني المواطن كي راح يجبد شهاده الميلاد ويكون هناك ربما معامله سيئه، هل في هذه الحاله يقدر يتوجه المواطن الى المحكمه الاداريه؟ نعم، هي بطبيعه الحال الموضوع تاع الاداري، احنا نتكلموا على اشخاص اداريه، بمعنى نتكلموا على ادارات ولا نتكلم على الموظفين او الاعوان للداخل. بمعنى عندك مشكل، كي يكون مواطن عنده مثلا مشكل مع موظف او عون، هنايا يخرج الاطار تاعها من الاداري الى الجزائي، نقولوا ما نتكلموش على محكمه اداريه ومجلس دوله، تروح تشكي به، دير شكوى بهذا المصطلح، دير شكوى عند الضبطيه القضائيه، ولا تروح لوكيل الجمهوريه. حتى لو يعني الشكوى هذيك متعلقه بمهام هذاك الموظف ضمن هذيك حتى البلديه، مهم التصرفات وهو مسؤول عليها، الا اذا ترتب عليها مثلا اضرار، مثلا موظف، نقولوا موظف ضرب مواطن مثلا وتسبب له في اضرار، هنا بالتالي تروح المحكمه الاداريه، راح ترفع الدعوه ضد الاداره لموظفاته وتدي التعويض تاعك. بقى الموظف في مكان هو راه موظف، مادام كي ضربك راه كان موظف، هنا المواطن راح يرفع دعوه على الاداره باش يدي التعويض تاعو، ومن بعد تبقى علاقه اخرى بين الاداره والموظف، دعوه الرجوع اذا كان متعمد، هاي ترجع ليه الاداره وتسترد المبالغ التعويض، واذا كان فيها مو فيها. وفيما يخص عرقله سيروره عمل محدد، اين يتوجه للمواطن بالشكوى؟ في حاله عدم، يعني عرقله سيروره عمل يعني محدد ضمن هذيك الاداره، في حاله تعطيل اشغال المواطنين. هنا في حاله مثلا مواطن التجا الى الاداره للقيام بتصرف ما، ولكن الاداره امتنعت عن التنفيذ،
هنا ما نتكلموا على حكم وانما نتكلموا على القيام بعمل. او هنايا رفض الاداره مهما كانت الموضوع لالتجاء المواطن على جاره. مثلا المواطن راح قصده حاجه من عند الاداره ولكن الاداره ما حبتش تلبي له، يا اما بالسكوت يا اما بالرفض. قادر تسكت وما تجاوبكش لانه التعامل من الاداره يكون كتابي، ديك تروح تطلب حاجه ماشي بشفاهيات، لازم تدونها ومن بعد ما تدونها عندك وصل كما نقولوا حنايا المعامله مع الكتابه. وبالتالي في حاله سكوت الاداره ما جاوباتكش، هنا يعتبر قرار اداري بالرفض. هنا واش دير باش تجيب حقك؟ تروح ترفع الدعوه امام الجهه القضائيه المختصه اللي هي المحكمه الاداريه ولا مجلس الدوله حسب طبيعه النزاع. قلنا ترفع دعوه باش تلغي القرار تاعها، قرار الرفض. طيب باش نعاودوا نولوا فقط للموضوع، موضوعنا خرجنا شويه على الموضوع، نعاودوا نولوا الموضوع اللي هو القضايا التي تشكل مشاكل بين الاداره كصفه كعندها تتمتع بالشخصيه القانونيه وايضا كالافراد العاديين. نعاودوا نولوا لبعض القضايا مثلا عندما تتعنت الاداره على التطبيق او على لي دوموند تاع او طلبات هذاك السيد المتضرر، من سواء من حيازه ملكيه ارضيه من اجل منفعه العامه، قطع طريق الى غيرها من المشاريع التي تقوم بها الدوله. هنا المواطن الاجال القانونيه، هل توجد هناك اجال قانونيه ينتظر فيها المطالب الوديه يعني قبل ما تجهو الى المحكمه؟ الاكيد ان المواطن يسعى الى انه يبحث على تعويض مادي لتقوم به الدوله. في حاله ما تحصلش على التعويض ولا في حاله رفضه لقرار الدوله على بنا يتجه الى المحكمه الاداريه، لكن الاجال القانونيه كم؟ نعم، درك حنايا في اطار سؤالك مجموعه من الاسئله. صحيح، وانا حبيت انك تجاوبني عليهم. نعم، حنا الا كنا نتكلموا على نزع الملكيه من اجل المنفعه العامه، هذا عنده قانون خاص به ينظم اجراءاته، نبداو به ومن بعد نروحوا للافتراضات او التصورات الاخرى. الا رانا نتكلموا على نزع الملكيه من اجل المنفعه العموميه، هنا ينظمها القانون 91، قانون خاص بهذا، ينظم انه الاداره اللي هي الولايه او البلديه او الوزاره المعنيه عندما ترى بانه مثلا القطعه الارضيه هذه نحتاجها للمنفعه العامه لازم ندوها، هنا تنزع من الملكيه بموجب قرار. ما عندوش نهائي الحق بموجب قرار. نعم، اصدر قرار باللي ينحو لك هذيك التراب في شهر، عندك ديلي تاع شهر تروح ترفع دعوه ضد هذا القرار والا راح يطبقوه. والدعوة للتعويض فقط ماشي للتعويض. لماذا؟ لا، لانه كي نحلك القرار بنزع الملكيه راح يتكلم على التعويض، شحال راح يعوض لك مبلغ. انت في هذاك الشهر باش ما ينفذش تروح تنقض هذاك الشهر، لازم تروح ترفع باش دارك عندك مهم عنده شهر والا سينفذ. معناتها لو كان ينفذوه بعد ما نقدروش كيفاش الحاله هذه عنده شهر. نروحوا لحاله ثانيه باختصار، اعطينا حالات اللي فيهم هذه القضايا تاع النزاع والخلاف بين الاداره والمواطنين. ايه مثلا الى قلنا المواطن عندنا حالتين نقدروا نقسموا بيناتهم، يا هل ترى عندك حكم قضائي من عند المجلس الدوله والمحكمه الاداريه ولا مازال ما رحتش؟ نعم، الى مازال ما رحتش تروح دير تظلم، عندك طريق التظلم اللي هي كما الشكوى تظلم. أوكي. تروح للاداره المعنيه هذه اللي عندك معها المشكل. نعم، دير التظلم تاعك وتستنى عندك كتابي شهرين كتابي وتشوف الى من يثبت انه التظلم وصل لهنا. يعطيك محضر استلام والى ما كاين بعض الادارات. نعم، يرفضوا انه يستلموا عليك، لازم هنايا تروح ترفعها عن طريق المحضر القضائي. هي الاحسن محضر قضائي. نعم، ولكن هم يقول لك ارفعها عن طريق. نعم، البريد. الحاله الثالثه هذو باش يكونوا برك مواطنين في الصوره. والحاله الثالثه هو ان اذا كان عندك حكم هنايا تروح تديه للمحضر القضائي، المحضر القضائي راح يبلغ هذا الحكم وراح يكلف الاداره بالتنفيذ. عندها 15 يوم في يدها باش هذا الاجل. حبيت نسال السؤال لانه المواطنين يجهلوا الاجل ومما يؤدي وقوع في ثغرات قانونيه تحدثت عليها في ريال لانها ثغرات قانونيه حقيقه، المواطن ما عندوش معلومات. شكرا جزيلا لك استاذ. صحيح، والموضوع واسع جدا. صحيح، يعني كنت حابه ندخله في تفاصيل اخرى لكن ربما نخصص له موعد اخر الاسبوع المقبل. يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل، اظن اننا تناولنا الموضوع بكل تفاصيله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا.